بعد 3 سنوات من تفشي وباء كورونا، أعلنت منظمة الصحة العالمية انتهاء كورونا كحالة طوارئ صحية عالمية، والتي كانت قد أعلنتها منظمة الصحة العالمية في يناير 2020، وذلك بعد انخفاض الوفيات والإصابات العالمية وانخفاض حدة الوباء، مع تذكرة العالم باحتمالية ظهور فيروسات جديدة مع عواقب وخيمة. وأكدت منظمة الصحة العالمية أن كوفيد-19 لم يعد يشكل حالة طوارئ صحية عالمية، في خطوة كبيرة نحو نهاية الجائحة التي أودت بحياة ما يقرب من 7 مليون شخص وأضرت بالاقتصاد العالمي والمجتمعات. وبحسب منظمة الصحة العالمية، أن إنهاء حالة الطوارئ لا يعني انتهاء التهديد الذي يمثله كوفيد-19 على الصحة العالمية. وكانت لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية قد أعلنت لأول مرة أن كوفيد-19 يمثل أعلى مستوى تحذير لديها قبل أكثر من 3 سنوات في يناير 2020، ويساعد ذلك التصنيف في تركيز الاهتمام الدولي على التهديد الصحي وتعزيز التعاون في اللقاحات والعلاجات. وقد أظهرت بيانات منظمة الصحة العالمية أن معدل الوفيات بسبب المرض تباطأ من ذروته وبلغ أكثر من 100,000 شخص في الأسبوع الأول من يناير 2021 إلى ما يزيد قليلاً عن 300,500 في 24 من إبريل 2023. وبلغت الحالات ذروتها في ديسمبر 2022 حيث اجتاحت سلالة أوميكرون العالم، ولكن تم إعطاء المليارات من جرعات اللقاح على مستوى العالم، وظلت الوفيات أقل بكثير من المستويات المرتفعة السابقة حتى الآن، وحالات الإصابة والوفيات من كورونا هي الأدنى تقريبا منذ 3 سنوات. وأدى الوباء الذي أدى إلى عمليات إغلاق لم يكن من الممكن تصورها في السابق إلى قلب الاقتصاد العالمي وقتل ما لا يقل عن 7 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، مع تأكيد قادة منظمة الصحة العالمية أن الوقت قد حان للدول لعلاج كورونا كما تفعل مع الأمراض المعدية الأخرى.